أبطال بيننا ومن دمنا، معدنهم نادر وعطائهم حاضر وقلوبهم من ذهب، دافعهم الخير وحلمهم التغيير، بالحب احتفوا لأنهم كفوا. دعينا بطلنا اليوم للاجتماع وياه في أحد المقاهي وما يدري شنو ينتظره. نبتدي بالمجلة. السلام عليكم. سلام الله، يا هلا، طول عمرك. دخلوا الشاي. الحين النداء. نداء هام. معانا البطل فيصل، هو شرطي نجدة، كان متواجد في موقع حريق في أحد المنازل، وفي هذه الأثناء تم إعلان حالة وفاة بسبب هذا الحريق. فيصل حالاً قرر يبادر وحاول ينعش المتوفي لأكثر من مرة، حتى قدر بفضل الله أنه يعيد له النبض وتعود للحياة من جديد من بعد إعلان وفاته. وغادر فيصل الموقع من غير لا ينتظر شكر من أي أحد، ومن 10 سنين إلى اليوم وهذا الشخص لا زال يبحث عن بطلنا فيصل ليشكره على المعروف الكبير اللي قدمه له. وهالبطل قاعد بيننا الحين. فيديو رول. طبعا فيصل حويكي من الأشخاص الكل يشهد له بطيب الأخلاق والأمانة واجتهاده في تأدية واجباته وأعماله الموكلة إليه على أكمل وجه. جريء في أخذ القرار، دائماً ما يتبع الأشياء التدريبية اللي كان يأخذها ويطبقها على أرض الواقع. كان في تاريخ 22 جون 2010 أسمع صراخ في البيت، قمت أنا على الصراخ، العيال كانوا يصارخون، أطلع دخان غبارة شيء وأشم العطبة قوية يعني ريحة الحريق، وانا التفتت على الدريش اللي وراي ولا تشوف الضوء واصله لفوق، وانا كنت احاول ابي اطلع علشان انزل على السلم واخذ اشيل عمتي من انقذها. فصارني اول اكسيد الكربون، ثاني اكسيد الكربون طبعا قاتل. حسيت بشل في المخ، التوازن تشهديت، انا عرفت روحي ان انا خلاص هذه اخر دقائق لي. يعني تلقى مركز عمليات وزارة الداخلية اللي هو 999 بلاغ عن نشوب حريق في منزل في منطقة المحرق، وأثناء عملية مكافحة الحريق تبين أن في وجود أشخاص محشورين بداخل المنزل. المال الحريق مدوا السلم وانقذوهم واحدة واحدة، نزلوهم باستثناء شخص منهم كشف عليه الكادر الطبي من التابع لسيارة الإسعاف، وبعد الكشف عليه حاولوا يسعفونه، ولكن حسب إفاداتهم خبروا أن الشخص راح عن النبض وتوفى. ما كنت أتنفس وأعلنوا عني أن أنا متوفي، لكن فيصل ما فقد الأمل، عنده جهاز انعاش القلب الرئوي في السيارة في الدورية، قام استخدم الجهاز، قام يسعفه أكثر من مرة عن طريق التنفس الاصطناعي، انعاش القلب، إلى سبحان الله الله رجع دقات القلب والحمد لله الرجال عايش لليوم. أنا يخوني التعبير شلون أنا أقول الريال هذه، يعني اللي هو أصر وأنا عنده أمل أن أنا بعيش. أنا شو أقول لك، يعني تفاجأتوني
لأن ما عندي إعذار قبل لا أي وهل، لكن تعرف الشخص اللي أنقذ حياتي هذه أول مرة ترى أسمع باسم اليوم. يعني نحن كفخورين فيه، يعني نقول نحن كفخورين فيك كأخوانك كعائلتك. الحمد لله نكون فخورين قدام الناس إن عندنا أخو أنقذ حياة شخص. يعني أخوي فيصل باسمي وباسم إدارة العمليات نوجه لك الشكر على إخلاصك وتفانيك في العمل ومجهودك اللي بذلته في 30 سنة، أكثر من 30 سنة في عملك وإخلاصك فيه. مشكور على ما قمت به من عمل بطولي، شكراً على ما قمت به من إنقاذ الأرواح، وبالنهاية شكراً على جميع الخدمات والأعمال اللي تقوم فيها. أهنيك بتأديتك الواجب على أكمل وجه وإنقاذ حياة الأشخاص، ومنك نستفيد ونتعلم. شكراً. الأخ فيصل الحايكي يعني قد ما أنا أعز وأنا بقول شلون أشكره، يعني ما عندي التعبير، يخوني التعبير في حين اللحظة هذه. وياريت أنا أدري من الأيام الأولية اللي صار الحادث إن هالريال اللي هو قام بإنقاذ حياتي. يعني وكل كل الشكر والتقدير، واتمنى له كل الخير له وحق عائلته، والله يجزي خير، ما قصر يعني الصراحة. كنت متوقع أن أروح أشاهد صورتي يوم الأيام على المجلة، وتابني شعور غريب. يعني شاهدت المقابلات على الشاشة، ويعني حتى عيني دمعت لما سمعتهم. طبعاً أنا شاكر لكم جزيل الشكر، واللي أسعدني أني شفت الشخص ما زال على قيد الحياة. فيصل أنت كفو. فيصل أنت كفو. فيصل أنت كفو. فيصل أنت كفو. روح المبادرة اللي يحملها فيصل قدرت تصنع المعجزات وتعيد الحياة لأسرة كاملة كادت أن تفقد عائلها الوحيد لولا رحمة رب العالمين. فيصل أنت كفو. كفو كفو.